نحكي عن شخصية بالحقيقة أنا بقول شخصية مهزوزة، شخصية ملك بس ما بيشبه الملك اللي حكينا عنه بهالمشهدية الميلادية. بحب أنا وياكم نحكي عن هيرودس. هو هيدا الملك اللي استشاط غضباً، بيقول الكتاب المقدس، وقت اللي عرف بولادة طفل. هالطفل سموه المجوس ملك، فأراد تصفيته، ولما سخر منه المجوس وما رجعوا على أورشليم تيخبروه عن الصبي، بعت جنوده على بيت لحم وقتلوا كل الأطفال من عمر سنتين وما دون. نعم إخوتي الهيرودوسيين اليوم كتار، وهن بيعرفوا كتير منيح إنه عم بيعملوا بحسب رغبة أبيهم قاتل الناس. أطفالنا بعدن بالساحات والشوارع، إذا بتطلع بأفريقيا بتطلع بكل عالمنا، بشوف قديش في أطفال يقتلون في الشوارع والساحات وتباع أعضاؤهم. أطفالنا يعنفون بواسطة الوسائل الإعلامية والمواد الترويجية والتسويقية. أطفالنا بعدهم عم بيتعرضوا لشتى أنواع القهر والتعدي على صفاء قلوبهم ونقوتهم. أطفالنا مرات كتير مهمشين، مهروسين، عربيهم وبياتهم مرات وأماتهم مرات غيبين بحالة نزاع وعم بفوتون على المحاكم. أطفالنا يلتقون يومياً بألاف الهيرودوسيين اللي عم بينحروا أحلامهم ومستقبلهم ولا من يسأل. سؤالي إلكم إخوتي، هل من يتعظ اليوم بهيدا الوقت بالذات وبيرفع صوت مدوي أوقفوا هذا المسلسل الشائن في حق الأطفال؟ هيرودس لازم تتعرفوا على شخصيته. هيرودس ولد سنة 73 قبل الميلاد وبقي سنتين بعد الميلاد. هو ابن الدبلوماسي العظيم أنتيباتر الأدومي، عين حاكم على الجليل، بعدين صار ملك على اليهودية. بسط نفوذه الكبير على المنطقة الممتدة من هضبة الجولان شمالاً إلى البحر الميت جنوباً، وكانت أيام حكمه بتمثل ازدهار كتير كبير ثقافي واقتصادي، وكان كتير حليف للأمبراطورية الرومانية. هالأمبراطورية اللي تحكمت بهيرودس، وأكيد بتمثل بوقت الأمبراطورية الرومانية الثقافة اليونانية كمان اللي كانت خرقت وصارت كتير منتشرة بكل الشرق. والثقافة هيدي اليونانية الرومانية كمان عطيت ثمار كتير كبيرة. أكيد أخوتي نحن منعرف أنه هيرودس اشتهر بمشاريع بناء كتير كبيرة، ومنها بناء معبد القدس الكبير المسمى هيكل سليمان. بادر أيضاً بمشاريع بناء كتير كبيرة وضخمة بمملكته، مثل إعادة بناء مدينة السامرة وتسميتها سيباستيا نسبة إلى اسم أغسطس قيصر باليونانية. الملك هيرودس هو اللي أرشد المجوس إلى بيت لحم مش النجم. عم برجع بذكر بهالحقيقة، اسم هيرودس معناتها بطل، ولكنه كان هش ضعيف قدام شهواته ونزواته فانتهى للضياع. لقب بأنتيباس، هيرودس أنتيباس، لتمييزه عن الكتار بعائلته اللي بيحملوا اسم هيرودس. هيرودس حبينا بيوم الأيام ينقال شيء عنه، فطلبت من الشاعر جوزيف وديع الشرطوني يبلش يكتب شيء عن هيرودس. كتب: من بعد من زاع الخبر هيرودس القلب حجر، قال لهم أنا وحدي الملك وما في ملوك بتنذكر، غضبان والعسكر أمر حطوا برادي على القمر، روح اقتلوا الاسم ملك ما بريد يبقى له أثر. أطفال ما بدي بقى، في طفل جايب لي الشقة، بيت لحم لازم تنطفي ولا ملك فيها يلتقى، وحدي الملك والصوت صوتي أنا بيحكي، يلا تعا يا موت خلي الصخر يبكي. يوسف حامل هم كبير، وصلت له الأخبار بليل نجمات وطير، حمل الملك وطار، حق دو ليل صهوة خيل سيوف رماح تزت الويل، هدر الموت اختنق الليل، الأطفي ولاد صغار.
وهيرودس بيصرخ: بدي أعرف مين اللي فكر حاله كبير وزت الخبرية على لسان الأيام، مين اللي تجرأ يكتب اسمه على سجل ذهب الملوك حد هيرودس. يا هالعسكر شبعهن موت، ما بدي ولاد تكبر على ايدين الخبرية، خلوا السيف يوسع همن يشرب دمن. ما بدي ولاد، ما بدي ولاد لبيت لحم ولا حدا ولا قبلة ولا بعدا. بكوهن، الملك ما بيبكي، كسروا بوابهم، عتموا ايام، خنقوا ضحكات، خلوا العشب اليابس ياكل حيطان. بدي اشرب كاس الانتصار. ضياع ولبسوا تياب حداد عايد الجلاد، يا ولاد الحي المسمومي شو ذنبن الولاد؟ نحن اليوم بذات اللوم مثل امبارح مثل اليوم بهالميلاد، شو في ولاد سرقنا منها هيدا. قلتو حتى ارجع اذكر انه نحن كمان مرات اخوتي بنكون هيرودوسيين. هيدا الهيرودس اليوم صار بده مين يقول له بيكفي بقى. خلونا نتامل بالشرق كله سوا الموجوع ونقول له لهيرودس او الهيرودوسيين خلص. وأمر معكم.